الإشادات اللي بتحصل من كل المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نجاح في ملف الاقتصاد في وقت قياسي مقارنة بتجارب تانية بتحصل في العالم. فبقاش غريب زي ما بقول لكم ان احنا كل يوم نلاقي اشادات كبيره جدا بالبرنامج اللي مصر نفذته، برنامج الاصلاح الاقتصادي، واللي احنا الحقيقه حصدنا ثماره، احنا كمصريين حصدنا ثماره. يعني جائحه كورونا اللي احنا مرينا بيها دي، اللي بقى العالم كله بيتخبط فيها بقاله سنتين، الاستقرار الحمد لله رب العالمين اللي فيه مصر حاليا، اللي قدرت ان انت يبقى عندك باحتياطي نقدي جيد، قدرت ان انت بيصدر قرارات من رئيس الجمهوريه مع بدايه جائحه كورونا يتم تقديم 100 مليار جنيه دعم، ان انت توسعت كمان في او عدلت منظومه الدعم اللي كنت بتعملها، ان انت يبقى عندك تمنح دعم نقدي للاعمال الغير منتظمه، ان انت حاجات كتير قوي. اخرها بالمناسبه كان ما صدر من المنسقه المقيمه للامم المتحده في مصر لينينا بانوفا، واللي اشادت ببرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر طبقته الحكومه المصريه خلال السنين اللي فاتت. منسقه الامم المتحده قالت ان مصر ملتزمه بشده بتحقيق اهداف التنميه المستدامه. احنا عارفين ان مصر من ضمن الدول اللي وقعت على التنميه المستدامه واللي بتسعى لتحقيقها في 2030، وبالفعل انه مصر لديها رؤيه واضحه وصياغه واضحه نجاح نحو التنميه المستدامه. قالت كمان انه اهم الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه المصريه في 2016 هي اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وانه هذا البرنامج واحد من اهم خطوات تحقيق مسار اهداف التنميه المستدامه. طبعا بالاضافه للاستثمار الحكومي بشكل كبير جدا في قطاعات البنيه التحتيه، غير اشادتها بالطرق والمدن الجديده اللي اكدت انها خلقت فرص اقتصاديه واستثماريه كبيره جدا، غير الاستثمار اللي حصل في قطاع الزراعه. ايضا اشادت بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه واللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنميه الريف المصري، واللي اعتبرته المشروع القومي الاكبر على الاطلاق في مسار تحقيق التنميه المستدامه. عارفين طبعا ان اهداف التنميه المستدامه كتيره جدا في مصر، ولكن الحمد لله رب العالمين ان احنا ماشيين بخطوات ثابته تجاه تحقيق هذه الاهداف، منها طبعا بخفض معدلات البطاله، ان انت يبقى عندك بتحارب الفقر، انه يحصل امور كتيره جدا، وزائد ان انت كمان الحمد لله رب العالمين بتحافظ على معدل نمو اقتصادي جيد، ما زلت انت رغم هذه الجائحه العالميه في معدلات نمو اقتصاد ايجابيه. احنا معانا على التليفون دكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور. يمكن احنا الحقيقه خليني اقول زي ما وصفت ان احنا مش غريب ان احنا يوميا نلاقي اشادات من المؤسسات الدوليه فيما يتعلق برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي نفذته مصر، وايضا الاشادات بالتصنيف الائتماني لمصر الوضع الاقتصادي حاليا. مصر في ظل اقتصاديات، او خلينا نقول بما انها تعتبر من الدول ذات الاقتصاديات والاسواق الناشئه، اخرها طبعا كان هذا التقرير الصادر مؤخرا من منسقه الامم المتحده في مصر. تعقيب حضرتك. يعني خليني اذكر لحضرتك انه منذ 2016 واتباع مصر سياسه الاصلاح الاقتصادي بمجموعه او بسلسله من القرارات، اتصور انه حتى الاراء المتفائله، الاراء التي كانت متفائله بهذه السياسه، لم تكن تتوقع هذا الانجاز او هذا النجاح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، اللي انا يعني اسميه او اطلق عليها انها طفره اقتصاديه استطاعت، او قفزه اقتصاديه استطاعت ان تحققها الدوله المصريه في فتره وجيزه. لانه منذ اواخر 2018 وبدات المؤسسات الدوليه في سلسله زي ما تفضلت حضرتك في المقدمه، سلسله متواصله من الاشادات سواء على المستوى الاقليمي او حتى على المستوى الدولي من مؤسسات دوليه كانت في البدايه تنتقد الاقتصاد المصري، ومنها مثلا مؤسسة الصندوق النقد الدولي التي كانت تستشعر القلق حول وضع الاقتصاد المصري في 2013، سلسلة طويلة سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مؤسسات الخاصة بالأمور المالية أو الائتمانية تتحدث بإشارات عن صندوق النقد الدولي، وحتى فيما يتعلق بالجائحة كورونا التي أرقت اقتصاديات العالم ولم تستطيع ان تصمد امامها
اقتصاديات كبيرة. الدولة المصرية يعني كانت بما لا يدعو مجالا للشك، وكان هذا الأمر يعني شهده المواطن المصري أنها استطاعت أن تصمد، استطاع الاقتصاد أن يصمد أمام هذه الجائحة، بل وصنفت الدولة المصرية أنها تقريبا الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تحقق معدلات نمو موجبة في ظل هذه الجائحة. نعم. الشيء الآخر وهو المرتبط بتحقيق التنمية المستدامة هو أن تنفيذ هذه السياسة اللي كان فيها مجموعة من القرارات بشكل أو بآخر زي تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم من على المحروقات وغيره، استبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة المبيعات، كل هذه القرارات قد يكون لها تأثير على متوسط ومحدود الدخل، لكن الأمر الذي عزز من فكرة التنمية المستدامة أنه صار مع هذه السياسة على التوازي سياسة اجتماعية منضبطة وفي كافة المستويات تسير معها بالتوازي لتقليل العبء على متوسط ومحدود الدخل. شفنا برنامج حياة كريمة، تحدثنا عن الإسكان الاجتماعي، ما تعرض له العمالة غير المنتظمة وفقا في جائحة كورونا، كل هذه الأمور تؤكد على أن الدولة المصرية تنتهج في ذات السياق سياسة اجتماعية تحسن من دخول الأفراد، بل وتتبع أيضا على المستوى المالي سياسة توسعية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وده اللي احنا بنشوفه في المشروعات التنموية، حتى سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو الاستثمار الحكومي المباشر اللي في النهاية بيخدم على الاستثمار بشقيه، الاستثمار المحلي أو حتى الاستثمار الأجنبي المباشر. نعم. أنا بشكرك جدا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، بشكرك على وجودك معنا. الحقيقة يعني إحنا لو قعدنا كتير جدا نتكلم على الاستفادة الكبيرة اللي حققتها مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم أنه يعني زي ما كان دكتور محمود بيوصف أن حتى المتفائلين ما كانوش يتوقعوا هذا النجاح. الحمد لله رب العالمين.